اهلا ومرحبا بكم في نوفيل فيديو معايا مع اسوس بوفو باي زينب. اليوم جبت لكم اسوس ديال سكين كير ديال العنايه بالبشره ديالنا. جوج وصفات ساهلين مهلين، انا شخصيا ما كنستغناش عليهم وديما ديما ديما كنديرهم. علاش ساهلين؟ بساطة، المكونات كاملين متوفرة عندنا في الدار ونتيجة فعالة. اول وصفة اللي هي غوماج او اوميم طون ماسك، غنحتاجو فيه جوج معالق ديال ياغور طبيعي او دار المسوس، معلقة ديال كاكاو المر، وكنعاود نأكد كاكاو مر نوعية جيدة، معلقة ديال القهوة ماشي سريعة الذوبان، القهوة اللي كنعصرو، ومعلقة ديال العسل، قبيص ديال الملحة بحال اللي كنديرو في الكيك، ونخلطو هادشي كامل. المكون الاساسي في هذا الكوماج و ماسك او ميم طون هو الكاكاو، لان الكاكاو كيتعتبر مرطب زوين للبشره ديالنا، لانه كيتوفر على الكولاجين الطبيعي اللي كيزود به البشره ديالنا. ثاني حاجه ما نساوش انه كيتعتبر ايضا مقشر لطيف، لانه كيعزز تدفق الدم للبشره ديالنا، و كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات اللي كتعطي واحد الاشراقه واحد الحيويه للوجه ديالنا. اي فوالا، هو الماسك والكوماج ديالنا، وجد سهل بزاف التحضير. ندوزو دابا لابليكاسيون، كان كيسحب لي كنصور ساعه ما صورت والو، دونك فوالا كنطبقو على الوجه ديالنا كامل. مي كنقول كامل هي كامل، ما نساوش ايضا العنق ديالنا، دونك كنديروه حتى تحت العينين لانه كيحتوي على القهوه والكاكاو، دونك كيخففوا من الهالات السوداء. فقط غير هو ملي نجيو نحيدو الكوماج، يعني ملي نجيو نقشرو الكوماج ما نقشروش تحت العينين، فقط كندوزو بحال هكا، يعني كيكون لكم ان ماسك تحت العينين ديالنا، ما تخلعوش. هادي راه انا ودابا رجعت لكم من بعد ما دازت تقريبا 10 دقائق، حتى كنحس بان الماسك نشف لينا. انا هنا خليته 15 دقيقه، دونك يعني لو ماكسيموم هو 15 دقيقه ملي كنشف الماسك مزيان. اول حاجه كنديرو هو كنفسكو يديداتنا وكنابليكيهم على وجهنا كامل، يعني حتى كنفسكو داك الماسك ما يبقاش قاصح على الوجه ديالنا، باش كومسا ما نضرروش البشره ديالنا. شويه كندوزو على الوجه ديالنا كامل، ومن بعد كنبداو نديرو حركات دائريه، كنقوميو الماسك كامل دونك كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وغير بشويه، يعني ما تتوركوش على الوجه ديالكم، غير بشويه. اللي عنده البشره حساسه حتى هو يقدر يدير هذا الماسك، مي غير بشويه، يعني ما زعما ما تفركوش وجهكم بحال هكا تغسلوا بالكيس ولا شي حاجه بحال هكا. صافي، وكنحيدوه وكنشفوا بيان سور بكلينكس ماشي بفوطه، كنعاودها وكنعاودها. هانتوما شوفوا كيعطي واحد النتيجه خطيره للوجه. من بعد كنغسل وجهي بصابونه ديال الوفيغا اللي كنت ديجا شاركت معاكم، صراحه زوينه بزاف، وانا حمقاتني من نهار عرفتها، صافي وليت مدمنه عليها، لانه كتخلي البشره رطبه وما فريمون زوينه زوينه بزاف، ما قدرش نوصفها لكم. ما ديروش كوماج اللي ما ديروش اولا الغسل الوجه اللي كيكون فيه حبيبات ديال الكوماج، لا، لانه ديجا درنا كوماج. فانا هنا غسلت وجهي فقط باش نحيد كاع كان الاكسيل اللي غادي يبقى من الماسك بيسكو فيه الكاكاو وداكشي. دونك من بعد كندوز باش نحيد دوفي. انا هنا كنت غادي ندخل للدوش، دونك كيف ما شفتوا دايره هذا زيت لشعري، دونك
حبيت نتهلا في راسي في داك النهار. كان لو 8 مارس عيد المرأة، دونك قلت ضروري خصني نتهلا في راسي. دونك ديما كنقول لكم سوي ايغويست اونفير فو ميم، تهلاو في راسكم، حيت الا ما تهلاوش في راسكم راه ما كاين حتى شي واحد غادي يتهلا فيكم. دونك الا ما بغيتيش راسك راه ما كاينش اللي غيبغيك. دونك فوالا، كان ندير نحيد التيفي ديالي ونرجع لكم بلو ماسك الثاني. الماسك الثاني راه ما كاينش سهل منه، فيه جوج المكونات دائما كاينين في البيوت ديالنا. عندنا غنحتاجو جوج معالق ديال الشوفان مطحون، جوج معالق ديال الحليب اولا على حساب الشوفان. دونك لان كنعرفوا الشوفان كيشرب، دونك فوالا حنا ما بغيناهش ثقيل، بغيناه شويه جاري باش يكون ليناكم ماسك باش تشربوا لابو ديالنا. فوالا جوج المكونات ساهلين مالين ومتوفرين ديما عندنا في الدار. هذا كيجي مكمل، هذا ماسك سهل بزاف بزاف فريمون. الا ما بقيتو ما ديروا ديروا هذا، راك عطيتكم جوج وصفات اللي راه ما كاينش ما سهل منهم. بارد الحليب اللي درت بارد بزاف، ولا لابليكاسيون ديالو كيف ما قلت لكم. هاد لو ماسك كيجي مكمل للغوماج ماسك اللي درنا في الاول. فوالا نخليوه لمده 10 دقائق على وجهنا اولا 15 دقيقه. اي فوالا ملي كينشف لينا كنعاودو نديرو نفس الطريقه، كنطبطو على الوجه ديالنا بشويه حتى كننفزقو لو ماسك وعاد كنحيدو. دونك هنا ما كنقوميوش، يعني ديجا درنا غوماج وكلشي. فوالا من بعد الدوش كيف خرجت بيان سور ابليكيت ما ورد اللي يكون بارد باش كومسا لي بور ديالنا يتسدو، و او ميم طون كيفيد البشره كمرطب. وراه معروف ما ورد بداكشي ديالو بالمنافع ديالو، اي انا من المحبين ديالو. ثاني حاجه بويسكو كان النهار درت الكريم ايدراتون ديالي ديال نيفيا اللي فيها اس بي اف 15 مزيانه للدار وكلشي وكترطب مزيان. فوالا كانت هذه لا روتين سكين كير ديالي سهله، ما كاينش مسهل منها. جوج الوصفات اللي كنديرو من شحال هذه اي لقيت عليهم راحتي، باسكو كيعطيو واحد الفعاليه واحد النضاره للوجه خطيره، واحد الاشراقه ما كاينش بحالها. والمكونات كلها متوفره عندنا، ما كاينلاش مشيو تشريو دي برودوي غاليين. فوالا دونك من بعد بالليل كنستعمل اون اوتر روتين اللي كنت شاركتها معكم في الانستغرام. اي فوالا هذه هي النتيجه، كنتمنى انها تكون عجباتكم. اي ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم.